بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في درس جديد من دروس تعلم مايكروسوفت اكسل. النهارده ان شاء الله نتعرف مع بعض على ازاي نحسب ضريبه على المرتبات وفقا لقانون المرتبات الجديد اللي هو قانون رقم 11 لسنه 2013. القانون ده يعتبر في بعض المواد هو تعديل لمواد بتاعه قانون 91 لسنه 2005. خلينا نشوف مع بعض الشرائح الجديده اللي هي تعدلت في الماده رقم 8 من القانون. الشرايح بقت عندنا 5 شرايح. أول شريحة اللي هي من الأقل من 5000 بتبقى واخدة إعفاء، من 5000 لغاية 30000 الشريحة بتاعتها 10%، من 30000 ل 45000 ب 15%، 45 ل 250 ب 20%، بعد كده أكبر من 250000 بياخد 25%. طبعا الضريبة هنا بتتحسب على أساس تصاعدي، هي عبارة عن شرايح. يعني إيه تصاعدي وشرايح؟ يعني أنا ما بحسبش مثلا أقول أنا مرتبي 250000 فأروح ضرب ال 250000 في ال 20%، لا، أنا بحسب شريحة بشريحة. أول 30000 في ال 250 أو ال 5000 الأولانية فيهم إعفاء، وبعد كده ال 25000 اللي بعديهم هيبقوا واخدين 10%، وبعد كده ال 15000 في الشريحة الثالثة يبقوا 15%، وهكذا. خلينا مع بعض نشوف يعني برضو مثال عملي، نشوف هنا على الشكل الواضح قدامنا. لو أنا المرتب بتاعي 250000 في السنة، هتلاقي إن أنا أول 5000 من المرتب مش خاضعين للضريبة، ال 25000 التانيين خاضعين للضريبة 10% بمقدار 2500 جنيه، 15000 التالية بعد ادي كده يعتبر 30، ال 15000 اللي بعد كده هيبقى الضريبة بتاعتهم 15% عاملة 2250، يبقى انا كده المرتب بتاعي خضع 45000 منه للمرتب، هيتبقى من ال 250 205000 هيخضعوا ب 20% يعملوا 41000. اجمالي الثلاث شرائح دول اللي خاضعين عاملين 45750، اللي هو الشريحه او القيمه اللي ظاهره قدامنا. في درس النهارده ان شاء الله نتعرف على ازاي نحسب الضريبه بتاعه المرتبات بحيث ان هي تظهر قدامنا كده، وهنحسبها شريحه بشريحه، وفي اخر الدرس خالص باذن الله هندمج كل المعادلات اللي عملناها في ال5 شرائح دي في معادله واحده، بحيث ان احنا نشتغل في الشتات بتاعتنا زي ما احنا عايزين باذن الله. خلينا نبدأ كده مع بعض. احنا هنبدأ شريحة بشريحة، فانا هقول ان المرتب بتاعي عبارة عن 5000 جنيه، فهمسح انا المعادلات بتاعتي دي كلها واشتغل من اول خالص. طبعا المعادلة دي بتسمى من الخلية اللي هي H2، انا هقول له بيساوي، طبعا شغلي كله هيبقى بالمعادلة F، وهضيف طبعا المعادلة AND بحيث ان انا احصر الرينج بتاع المرتب بتاعي في الشرايح اللي انا هشتغل عليه. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. هنقول F، اقول لو المرتب بتاعي اللي هو المرتب السنوي، طبعا النسب دي كلها على المرتب السنوي، اقول له لو ان المرتب بتاعي اصغر من او يساوي 5000 جنيه، او خلينا نكتب الارقام بتاعتنا بقى ثابته لان انا القانون خلاص ثابت مش هغير في النسب بتاعته، فاقول له او الشرايح بتاعته اقول له انا المرتب السنوي بتاعي اصغر من او يساوي 5000 جنيه، فايه اللي هيحصل؟ هيبقى المرتب بتاعي او الضريبه اللي انا هخضع ليها بتبقى بصفر، أو ممكن أكتب إعفاء. طيب لو أنا المرتب بتاعي هيبقى أكبر من 5000 جنيه في السنة، ساعتها هقول له بصفر، أنت مش هتبقى المرتب أو الضريبة مش هتبقى خاضعة في الشريحة الأولانية، أدخل على الشريحة التانية أشوف أنا المرتب أو الضريبة بتاعتي هتبقى كام، أقفل القوس بتاعي ده اللي إف. يبقى أنا هنا قلت له لو أنا المرتب بتاعي في السنة أصغر من أو يساوي 5000، هيبقى أنا كده في الشريحة الأولانية اللي هي فيها الإعفاء، ولو هو اكبر من ال 5000 حط لي صفر، يبقى انا مش هبقى خاضع للشريحه الاولانيه. طيب ندخل على الشريحه الثانيه، اقول له بيساوي اف لو انا المرتب بتاعي اكبر من ال 5000، وعايز اقول له برضه لو هو اكبر من 5000 بس اصغر من او يساوي 30000 في نفس ذات الوقت، يعني ان المرتب بتاعي يقع ما بين 5000 لغايه 30000، فانا بالتالي هضطر استخدم داله شرطيه مساعده اللي هي الداله اند، فهمسح الجزء اللي انا كتبته واقول له اند، واقول له لو المرتب السنوي بتاعي اكبر من ال 5000 ولو المرتب بتاعي اصغر من او يساوي، لان هو هنا ما قلتش ليه اكبر من 5000، لان هو لو بيساوي 5000 هيبقى خاضع للشريحه الاولانيه، فانا اقول له اصغر من او يساوي 30000. لو الشرطين دول حققوا مع بعض هعوز ايه؟ عاوز ان هو ياخد المرتب بتاعي ككل ويطرحه من ال 5000 الاولانيين
خلاني اشتغل فوق في الفورمولا بار، بحيث ان انا الهيدنج بتاع الروز هتضايقنا واحنا شغالين دلوقتي. فبقى انا هنا بقول له المرتب ناقص ال 5000. المرتب ال 5000 دول هو الشريحه المعفاه، في ال 10% بتاعه نسبه الضريبه بتاعه الشريحه، يبقى في بوينت واحد. طيب لو انا المرتب بتاعي طلع ان هو اكبر من، يعني مش خاضع للشرط الاولاني اللي هو مش الشريحه من 5000 30000، هيحصل ايه؟ اقول له لا، يبقى انت كده مش واقع في الشريحه الثانيه، يعني اشتغل في الشريحه الثالثه كمان شويه. اروح اقفل القوس. طيب خلينا نتست كده. اقول له انا المرتب بتاعي 7000 جنيه، يبقى انا المفروض في 5000 معفيين، يبقى ودي بصفر، ويبقى عندي 2000 في ال 10% ب 200 جنيه، يبقى انا فعلا الشريحه بتاعتي الثانيه هيبقى فيها 200 جنيه ضريبه. خلينا نتست كمان مرة، وليكن مثلا 15000، هيبقى عندي 5000 إعفاء وفي 10000 بعد أول 5000، في 10% يبقى 1000. ناخد الحد الأقصى بتاعة الشريحة عشان نبقى آخر تيست عملناه 30000، هيبقى عندي كده أدي 5000 إعفاء، واتبقى من ال 30 25 في ال 10% بقى 2500، هما اللي ظاهرين عندي. طيب نحفظ رقم 2500 ده دلوقتي عشان هنستخدمه في معادلة الشريحة الثالثة. 2500 دول عبارة عن إجمالي الضريبة القصوى للشريحة رقم 2. نيجي بعد كده للشريحة رقم 3، أقول له بيساوي نفس اللي عملناه في الشريحة الأولانية هنعمله في الشريحة الثالثة مع تغيير الأرقام. هقول له بيساوي F بعد كده AND، لو المرتب السنوي بتاعي أكبر من 30000، ولو المرتب السنوي بتاعي اصغر من او يساوي، اصغر من ايه؟ الحد الاقصى للشريحه الثالثه اللي انا شغال عليها اللي هي 45000. انا كده خلصت الشرط بتاع الداله اف. اقول له بعد كده هيحصل ايه؟ اقول له خد المرتب بتاعي، افتح القوس، اقول له خد المرتب واطرحه من كام؟ من الحد الاقصى اللي كان في الشريحه اللي قبليها اللي هو 30000، تمام؟ وبعد ما تعمل العمليه ديت اضربه في كام؟ في نسبة الشريحة اللي هي 15%. طيب اسف، نسبة 15%. طب كده هو هيضرب الفرق ما بين ان وليكن مثلا ال 45000، يبقى هيضرب 15 في 15%. طب ال 2000 ونص بتوع الشريحة اللي قبليها هيروحوا فين؟ قول له خلاص اجمع لي عليها 2500 جنيه اللي هي الشريحة اللي قبليها، اللي قلنا لكم هنحفظها عشان هنعوزها في المعادلة اللي بعديها. طيب لو انا المرتب بتاعي فعلا مش في الشريحه الثالثه، هقول له خلاص حط لي صفر واقفل القوس بتاع الداله اف. خلينا نتست، هنقول له مثلا 31000، هيبقى عندي هنا الشريحه الثالثه بتخضع ل 1000 جنيه بس في ال 15% ب 150 جنيه، مضاف على ال 2500 اللي قبليها هيبقى عندي بيطلع لي كام؟ 600 2650. هنجرب برقم ثاني في نفس الشريحه وليكن 40000، هيبقى عندي ال 30000 الاولانيين عليهم 2500 وفي 10000 15% ب 1000 ونص، يبقى اجمالي الضريبه الخاضعه خلال السنه اللي هو مرتبه 40000 ب 4000 جنيه. طيب ندخل على الشريحه الرابعه. هقول له برضو نفس النظام، هقول له بيساوي اف، او قبل ما نشتغل عشان نبقى واخدين حاله عمليه، هنا طبعا ال 45000 الحد الاقصى بتاعت الشريحة هيبقى كام؟ 4750. الرقم ده هنحفظه برضو عشان هنستخدمه في المعادلة اللي بعديها. الشريحة الجاية هيبقى وقع فيها مثلا اللي هو رقم مثلا 50000، كله بيساوي F، لو أنا المرتب بتاعي طبعا أنت، لو أنا المرتب بتاعي أصغر من كام؟ 45000، آسف، أكبر من ال 45000 وأصغر من كام الشريحة؟ 250000، أصغر من، لحظة كده خليكم معايا، أصغر من أو يساوي 250000. لو الشرطين دول اتحققوا وطلع إن المرتب بتاعي بيقع في الشريحة اللي هي رقم 4، هيعمل لي إيه؟ أقول له خد لي المرتب اللي هو ال 50000، طبعا بين قوسين 50000 ناقص الحد الأدنى للشريحة اللي قبليها، الأقصى للشريحة اللي قبليها اللي هو ال 45000، في كام؟ الشريحة، سعر الشريحة بتاعت 4 في 20%،
واضيف عليها قيمة الضريبة بتاعت الشرائح اللي قبلها اللي هي كانت 4750، وبعد كده اقفل الدالة اف واقول له بصفر لو الشرط بتاعي ما اتحققش. طيب عشان برضو نبقى فاهمين، هو انا ليه بحط القوس ما بين دي 12 ماينس ال 45؟ طبعا احنا عارفين ان العمليات الحسابيه في الاكسل ليها ترتيب معين في المعالجه، فترتيب المعالجه بيبقى عمليات الضرب والقسمه بيبقى قبل عمليات الجمع والطرح. فانا لو شلت عمليه القوس دي هنا، فهو هنا هيضرب ال 45000 في ال 20% وبعد كده يطرح القيمه الناتجه من هذه العمليه من الدي 12، هيديني نتيجه غلط طبعا لأن الشريحة واقعة ب 45750. لكن المعاملة الصح إن أنا المفروض بشوف الفرق ما بين المرتب، المفروض أحط القوس، أفتح القوس، بشوف الفرق ما بين المرتب السنوي والحد الأدنى للشريحة بحيث إن أنا أضرب في سعر الشريحة بتاعتي مظبوط. هتلاقي إن هو هنا إجمالي المرتب أو الضريبة المستحقة 5750. طيب خلينا نبص، هي ال 5750 دي جت منين؟ في عندي 4750 بتوع اول 3 شرايح، واتبقى عندي من 45 من 50000 ناقص ال 45000 اتبقى لي 5000. ال 5000 لما اضربها في ال 20% يبقى ب 1000. خلينا نجرب مثلا 100000. ال 100000 هتلاقي ان انا برضو اول 45 خاضعين ب 4750، وهيتبقى من 45 55000 هيتضربوا في ال 20% ب 11000، يبقى اجمالي الضريبه المستحقه على ال 100000 سنوي بكام؟ ب 15750، هي اللي ظاهره قدامنا دلوقتي. طيب نشوف الشريحه 250، القيمه 250 هتبقى عامله كام؟ هتبقى عامله 45750 دوت اجمالي الضريبة المستحقة على مرتب سنوي 250000. الرقم دوت برضه هنحفظه 45750 عشان نستخدمه في الشريحة الخامسة. طيب دلوقتي برضه قبل ما نكتب المعادلة خلينا نحط رقم وليكن قاعدة في الشريحة الخامسة وليكن 300000، وأقول له هنا بيساوي F. طبعا أنا عندي هنا الشريحة مديني الحد الأدنى بتاعها اللي هو 250000 ومفتوحة لغاية ما يشاء الله، فبالتالي انا مش عاوز استخدم الداله اند، فانا اقول له اف المرتب بتاعي لو هو اكبر من الكام؟ اكبر من 250000، في الحاله دي هيعمل ايه؟ هياخد، اقول له خد المرتب برضو بين القوسين، خد المرتب واطرح منه، اطرح منه كام؟ هطرح منه 250000 واضرب في سعر الشريحه اللي هو 25%، واضيف عليه الرقم اللي كان موجود عندي في الشريحه الرابعه اللي هو كان 47000، انا بصراحه نسيت 47000 تقريبا 750. هنرجع له كمان شويه، لو الشرط بتاعي ما اتحققش حط لي صفر. هقفل القوس بتاعي وارجع اشوف اتاكد بس من الشريحه اللي هي كانت ب 250000، 45750، يا ترى انا كاتبه هنا صح؟ 45000 مش 47000، 45750. اغير الشريحه اخليها 300000 او المرتب اخليه 300000، الاقي ان المرتب او الاجمالي الضريبه 58250 بالظبط، 58250. جميل جدا، خلينا برضو نفهم ال 58250 جت منين. انا عندي اول 250000 عليهم كام؟ عليهم 45750، مفيش فيهم مشكله، فهمناهم في اول اربع شرايح. اتبقى من ال 250000 50000 جنيه، هضربها في 25% هيديني 12500، اضيفها على 47500 هيديني 750، هيديني كام؟ 58250. طيب دلوقتي واحد هيجي يسالني، يعني انا دلوقتي عندي في الاداره بتاعتي او في الشركه اللي انا شغال فيها 500 موظف، هعمل لكل موظف خمس شرايح واخلي الشيب بتاعي طويل عريض عشان اعمل ضريبه؟ لا، هقول له لا، انا دلوقتي هاخد الخمس شرايح دول اضيفهم اعملهم في معادله واحده مرة واحدة من غير ما اكتب المعادلة من اولها خالص، وهنشتغل مع بعض، هنعرف ازاي نشتغلها في الشات اللي احنا هنعملها، والشات ده ان شاء الله هيبقى موجود في اخر الفيديو. هاجي امسح انا المعادلة دي ونركز بقى مع بعض. انا عندي في القائمة بتاعت هوم تلاقي في حاجة عندي اسمها الكليب بورد، هتلاقي في عندي اللانش بوكس دوت، انا لو دوست عليه دبل كليك كليكاية واحدة اقول له كلير عشان كان في حاجات موجودة وانا شغال قبل كده. دلوقتي اللي هيبقى موجود في الكليب بورد، اي حاجه هاجي اعملها كوبي، يعني مثلا خليني اقول كنترول وسي هتلاقي ظهرت عندي في الكليب بورد، دي برده كنترول وسي هتظهر عندي في الكليب بورد. الاكسل بيديني لغايه 24 ايتم يبقوا نازلين في الكليب بورد،
انا طبعا عندي 5 شرايح، همسك ال5 معادلات دي اخدهم كوبي بحيث ان انا احطهم في دالة او معادلة واحدة مرة واحدة، تمام. امسح الداتا دي كلها واشتغل بقى مع بعض. نبدأ بسم الله. هبدأ من تحت لفوق، هاخد انا المعادلة كلها على بعضها كوبي واقول له كوبي، ادي اول واحدة سكيب. طبعا انا باخدش اللي يساوي لان انا هاخدها من اول معادلة خالص، كوبي بعد كده سكيب، كوبي سكيب، كنترول و سي سكيب. بعد كده اجي اخد المعادله دي على بعضها كلها كنترول و سي، بعد كده اقول له سكيب. كده انا خدت ال5 معادلات وظاهرين زي ما انت شايف قدامي ال5 معادلات. اجي بقى في المعادله او الخليه اللي احط فيها المعادله على بعضها كامله واقول له F2 بحيث ان انا ابقى في الايديت مود بتاع الخليه، وامسك واحده واحده اقول له ادوس عليها، كل ما هدوس عليها يظهر لي المعادله بتاعتي كامله. طيب يا ترى انا هدوس وخلاص ولا ابقى فاهم انا شغال بعمل ايه؟ هنا دي معادله او داله شغاله بحد ذاتها وبتدي نتيجه صح، بس انا عايز اقول له لو المرتب بتاعي مش في الشريحه الاولانيه اللي هي ب 5000 اللي فيها الاعفاء، ما تحطليش صفر، خش على المعادله اللي بعديها. فاروح ماسك الصفر دي اشيلها خالص واقول له حط مكانها معادله الشريحه الاولى، الشريحه الثانيه اسف، تمام. هيجي برضو تلاقي ان الداله اف فيها حاطط الصفر وقفلت القوس، لا انا اسف شيلهم لي، انا عايز احط المعادله بتاعت الشريحه الثالثه بنفس النظام. اروح شايل الصفر واقول له حط لي معادله الشريحه الرابعه، واشيل الصفر واحط معادله بتاعت الشريحه الاخيره. اقفل القوس بتاع الدوال اف كلها اللي انا فتحتها. طب اعرف منين انا وصلت لاخر قوس؟ اول ما تلاقي القوس الاسود ظهر تعرف ان انت كده ايه كتبت وخلصت المعادله بتاعتك صح، وادوس انتر اشوف المعادله شغاله صح ولا لا. ادوس انتر كده تمام، جميل جدا، تديني نفس النتيجه اللي ظهرت 58 250. طيب خلينا نتست. انا طبعا هنا عامل معادله بشوف الفرق ما بين الخليتين، لو الاثنين بيساوي بعض بيكتب لي ترو، لو في اي حاجه غلط بيكتب لي فولس بحيث ان انا ابقى بتشيك الشغل بتاعي. هنبدا من اول خالص، اقول له 5000 جنيه اعفاء، جميل. اقول له مثلا 12000 مظبوط، 7000 في 10 بيدين 700. ناخد بعد كده الحد الاعلى للشريحه الثانيه 30000، جميل. النتائج كلها متطابقه، دي حاجه كويسه خالص. ناخد مثلا 250000، 45750، جميل جدا. طيب زي ما قلت لكم انا المعادله دي بتيجي بتقرا منين؟ من خليه ثانيه بعيده. انا عايز اجي اشتغل، هيبقى انا كاتب المرتب هنا مثلا وعايز اقرا من الخليه اللي جنبيها. فنفترض ان انا هاخد المعادله دي كوبي كنترول وسي اهيت، واجي على الشيب بتاع اللي انت هتشتغل عليه الفاينل بتاعك وتقول له مثلا كنترول وفي. هتيجي تبص تلاقي بيقرا منين؟ من خليه اللي هي بي 2، مش ده اللي انا عايزه، انا كده في حاجه غلط. يا ترى همسك بقى بي 2 واحده بواحده اعدلها اخليها تبقى الخليه دي 3؟ لا مش محتاجين نعمل كده. هاجي على الخليه اللي انا فيها المعادله واقول له فايند اند ريبليس، الاختصار بتاعها كنترول و اتش، واقول له انا عايز ارابلس البي 2 اخليها كام؟ دي 3. فكنترول و اتش من الكيبورد واقول له البي 2 عايزها تبقى كام؟ دي 3، واقول له اعمل ريبليس. طبعا هيديني اف، ما فيش في اي تغيير. اجي اكتب هنا اي قيمه وليكن مثلا 12000 اللي هي كانت ب 700 جنيه، هتلاقي النتيجه طالعه مظبوط. طيب دلوقتي انا خلاص كده الداله بتاعتي شغاله مظبوط الحمد لله، وما فيش فيها اي مشاكل، وخدتها من الشيت اللي احنا شغالين فيه وحطيتها في الشيت بتاعي. طيب اخر حاجه ان هتعرف عليها النهارده ان القانون بيقول ويتم تقريب صافي الدخل السنوي اللي هو المرتب بتاع الموظف عند حساب الضريبه لاقرب 10 جنيهات اقل. طيب يعني لما اجي اقرب هحاول استخدم الداله الطبيعيه بتاعه التقريب في الاكسل اللي هي اللي اسمها راوند، اقول له بيساوي راوند، هيقول لي انت عايز تقرب ايه؟ اقول له عايز اقرب المرتب دوت، هيقول لي عايز تقربه لاقرب كام ديجيت، يعني كام رقم عشري. فانا لو كتبت له 1 يبقى هو كده هيظهر لي رقم عشري 1، لكن انا عايز اقرب لاقرب 10 هكتب ماينس 1 فكده هيقرب لي لاقرب 10. اقفل القوس وادوس انتر، تمام جميل جدا. هي ال 18112 لما اجي اقربها لاقرب 10 لتحت يبقى 110. طب انسخ المعادله كده تيست، ايه ده؟ ده جه قرب ال 5 ال 115 بقت 120، ده كده قرب لفوق، يبقى مش دي الطريقة الصح اللي انا اقرب لاقرب 10 جنيهات اقل. هستخدم دالة موجودة في الاكسل اسمها الدالة فلور،
الدالة فلور هقول لها قربي لي 18112 لأقرب 10 جنيه أقل، تمام؟ أدوس إنتر وأسحب المعادلة بتاعتي لتحت، هتلاقي جايبة النتيجة صح. طيب الدالة فلور شرحها باختصار شديد إن أنا بقول لها خد الرقم دوت وقربه لي لأقرب رقم معين اللي هو في حالتنا 10 بس الأقل، يعني مش تبقى شغالة بقاعدة التقريب الطبيعية اللي هي الخمسة يرفع لفوق وأقل من خمسة ينزل لتحت. الدالة فلور عكسها في دالة اسمها الدالة سيلينج، دي بس كمعلومات عامة لينا. لو أنا قلت له خد ال 18112 وقرب لي الأقرب 10 لفوق، هتلاقي إن هو عمل 18120. ده كان درس النهاردة باختصار، اتعرفنا فيه على إزاي نحسب الضريبة بتاعة المرتبات وفقا للقانون الجديد اللي هو قانون رقم 11 ل 2013، وعرفنا يعني إن الضريبة بتاعتنا تصاعدية لكل شريحة السعر بتاعها، وعرفنا إزاي نعمل عملية التقريب لأقرب 10 أقل على حسب القانون بيقول، وطبعا خدنا معلومة زيادة إزاي نعمل التقريب لأقرب 10 جنيه أعلى. اتمنى يكون درس النهارده كان واضح وما فيش فيه اي مشاكل. طبعا باذن الله الملف هتلاقيه في اخر الموضوع، اللينك بتاعه تقدر تحمله. ولو في اي استفسار او مشكله في الدرس اتمنى نحطها في اخر الفيديو باذن الله نحلها مع بعض. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.